في البداية نعبر عن تقديرنا البالغ للمواطنين المقيمين لالتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية الصحية وتعاونهم مع رجال الأمن في تطبيق قرار منع التجول. أشير إلى بيان وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر ما يلي: أولا، يكون منع التجول على مدار 24 ساعة يوميا في محافظتي صامتة والداير، ومنع التجول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارا من الساعة 3 عصرا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر. منع ممارسة أي نشاط تجاري عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود ومحلات الغاز والخدمات البنكية وأعمال الصيانة والتشغيل وفني السباكة والكهرباء والتكييف وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي. يسمح في أضيق نطاق للسكان بالخروج بمنازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقومون فيه، وخلال فترة من الساعة 6 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا. لا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص الذي تتطلب أعمالهم الاستمرار في أداء عملهم أثناء فترة المنع، وذلك حسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 27/7/1441. تهيب وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج من منازل البالغين وفي الحالات الضرورية فقط، وذلك حرصا على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق التطبيقات الأجهزة الذكية لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها للمنازل. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة، كما تدعو الجميع لاستشعار مسؤولياتهم الفردية والالتزام بالتوجيهات والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.